وقع فيه الشيخ بشكل يعني كبير وغريب، وهو تكفير العلماء. الشيخ كفر عددا من العلماء، علماء كانوا قضاة لبلدانهم، كانوا مفتيين، ناس يعني على 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 علم، واصحاب مؤلفات، كفرهم تكفيرا شديدا. انظر مثلا على سبيل المثال العلامة محمد بن فيروز الحنبلي، يقول عنه الشيخ في الرسائل الشخصية المجلد الأول 206: ولكن تعرف ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام، وهو رجل من الحنابلة، وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا قرر فيه أن هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح. يعني هذا الشيخ الآن أيضا هو من أتباع الشيخ وحنبلي سلفي، وأيضا هو ممن يعظم الشيخين ابن القيم وابن تيمية. الشيخ شهد له بهذا. بعد ذلك ماذا يقول عنه الشيخ؟ يقول: بل العبارة صريحة، في 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 صفحة 206 من نفس المرجع، يقول: بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما. لسه في غيره طبعا، كثير غيره، كثير غيره. وطبعا انظر لترجمة هذا الشيخ الجليل في كاملة في كتاب في 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 كتاب السحب الوابلة على أضرحة الحنابلة، شيخ كبير مترجم له ومعروف. الشيخ كفره هكذا بإطلاق كما ترى. أيضا تكفير الشيخ عبد الله بن عيسى المويس، وهو قاضي حرمة ومفتيها، وهذا الرجل قد أخذ حتى العلم من شيوخ نجد، بل إنه ارتحل إلى الشام وأخذ العلم من العلامة محمد السفاريني المشهور. رجل يعني رجل من أهل العلم. يقول عنه الشيخ في الرسائل الشخصية مجلد الأول صفحة 173، يقول: ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس أن بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجاله. هذه الكلمة أنا عجبتني والله من الشيخ، لأنها والله حق. يقول له بنيات حرمة، يعني بنات الصغار في حرمة اللي هي المدينة هذه البلدة، ورجالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم. يعني يقول هذا الأطفال الصغار يعرفون التوحيد. أنا أقول والله أؤيد هذا الكلام، والله من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل رسالته إلى اليوم أن الشيوخ والعجائز والأطفال يعرفون التوحيد، وسيظلون يعرفون التوحيد إلى أن تقوم الساعة، وما تركوه وما جهلوه يوم من الأيام. التوحيد الذي هو فارق بين الكفر والإيمان، قد يجهلون أمور في الدين، قد تنتابهم خرافات، لكن التوحيد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تقتضي، لا والله. فيقول عنه في الرسائل الشخصية عندنا الشيخ المويس، يقول في الرسائل الشخصية مجلد أول صفحة 27، يقول: ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله. ويكفر من عند قبة أبي طالب الصيدلي، يقول: لا، كفر المويس، كفر هؤلاء لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله. يأتيك أيضا في الشيخ سليمان بن سحيم العنزي، إمام أهل بلد، إمام أهل بلدي وخطيبهم ومفتيهم معروف، قال له في رسالة، ولكن في درر السنية مجلد 10 صفحة 39، قال: ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائه. أيضا تكلم في الشيخ أحمد بن يحيى بن عبد اللطيف، قاضي بلدة رغبة في سدير، أيضا شيخ نجدي من يعني من كبار المشايخ، وقاضي هو البلدة. يقول عنه في الدرر السنية مجلد 10 صفحة 62: وإن صح عندك الإجماع على تكفير من فعل هذا أو رضيه أو جادل فيه، فهذه خطوط المويس وابن إسماعيل وأحمد بن يحيى عندنا في إنكار هذا الدين والبراءة منه، وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه. فإن استقمت على التوحيد وتبينت فيه ودعوت الناس إليه وجاهرت بعداوة هؤلاء، خصوصا ابن يحيى، لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفرا، من أنجسهم وأعظمهم كفرا. طبعا كما قلت لكم يوجد علماء كثر جدا، يعني مما وقع نظري يمكن 7 أو 8 من العلماء الذين كفرهم الشيخ، لكني منعا للإطالة أعطيت لك نماذج حتى تطلع عليها. طبعا